93 درس التمثيلات البيانية. هذا هو الدرس التمثيلات البيانية. خلونا نراجع بس معلوماتنا عن حجم السوائل. لقمان، ما معنى حجم السائل؟ ما معنى كلمة حجم السائل؟ معناه كمية السائل الموجودة كثيرة في الإناء. معنى حجم السائل كمية السائل الموجودة في الإناء. رائع. طيب بما هي الوحدة التي أستخدمها لقياس حجم السائل؟ إذا كان حجم السائل كثير أقيسه ب لتر. ممتاز، باللتر. رائع. يلا يا جوري، إذا كان حجم السائل قليل أقيسه ب متر. بماذا؟ لتر. بالملي لتر. بماذا؟ المليلتر. يا سلام، رائعين، بالمليلتر. طب ماذا أستخدم حتى أقيس السوائل؟ هذا عمر. يلا يا عمر، ماذا أستخدم حتى أقيس حجم السائل؟ لتر. طيب عمر، ما هي الأداة التي أستعملها حتى أقيس حجم السائل؟ القارورة ماذا؟ أو الكأس ماذا؟ المدرج، أليس كذلك؟ أحسن. نعم. المدرج أو المخبار المدرج، هذه الأدوات أستخدمها حتى أقيس حجم السائل. اليوم يا حلوين بإذن الله تعالى سنأخذ درس جديد بعنوان التمثيلات البيانية. تمام؟ إذن أبنائي، درسنا اليوم عن التمثيل البياني. ما معنى تمثيل بياني؟ يعني هي جداول نظمها العلماء حتى تسهل علي قراءة المعلومات. ماشي؟ هذا الجدول بهذه الطريقة وضع في أسفله شيء يسمى مقياس الرسم. ما معنى مقياس الرسم؟ يعني قال لي كل واحدة من هذا الشكل تمثل حيوان واحد، يعني أنا سأعد واحد واحد. لكن لو قالوا لي أن هذا الشكل مقياس الرسم يمثل اثنين من الحيوانات، إذن سأعد كم؟ اثنين، صح؟ إذن الذي يحدد طريقة عدي للمعلومات هو مقياس الرسم الموجود في أسفل التمثيل البياني، في أسفل هذا الجدول. ماذا يسمى؟ يسمى بمقياس الرسم. ماذا يسمى؟ مقياس الرسم. لم أسمع، ماذا يسمى؟ مقياس الرسم. تمام؟ طيب ملك، كم نوع من الحيوانات ذهب يقظان ونبهان وفرحان إلى الغابة؟ تمام؟ شاهد كل واحد منهم نوع من الحيوانات ثم نظموا هذه المعلومات في تمثيل بياني بهذا الشكل. تمام؟ كم نوع من الحيوانات شاهد يقظان ونبهان وفرحان؟ كم نوع؟ الزرافة، واحد القرن، فرس النهر، فرس النهر، الحمار والوحش، أسد. الحمار الوحشي، أسد. الأسد، ممتازة. إذن كم نوع من الحيوانات شاهدوا؟ 5 حيوانات. ممتازة، إذن شاهدوا 5 أنواع من الحيوانات، رائعة. ممتازة، نحاول مع صديق آخر. عمر، كم زرافة شاهد يقظان وفرحان ونبهان من الجدول؟ أربعة. أربع زرافات، رائع جدا. سهلة، كيف عرفت أنهم شاهدوا 4؟ ماذا فعل؟ ماذا فعلت يا عمر؟ عدتهم سهلة. أيوة، رائع، ممتاز. عد عمر، قال 1، 2، 3، 4. مقياس الرسم قال لي أن كل واحد من هذا يمثل حيوان واحد. ممتاز يا عمر. باسل؟ نعم. تسمعني حبيبي؟ إيه. تمام. طيب كم نوع من وحيد القرن، كم عدد وحيد القرن الذي شاهده الأصدقاء؟ 6. ممتاز، كيف عرفت؟ ماذا فعل؟ عدت 6. أحسنت، إذن وحيد القرن هنا 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. ممتاز. واحد برد 6 يساوي 6.
يا سلام، رائع جدا، ما شاء الله عليك يا باسل، رائع. طيب ليث، نعود لليث. يا ليث. نعم. صباح الخير يا ليث. صباح النور. طيب ليث حبيبي، كم عدد حيوانات فرس النهر التي شاهدها الأصدقاء؟ كم عددهم؟ وين فرس النهر؟ اثنان. أحسنت، كيف عرفت؟ عدينا، واحد اثنان، تمام ممتاز.